فالآن يصبح الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عاصيا لولاة الأمور أو غير ذلك مما يريدون تنفير الناس عنه. كان السلف يصفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمة ما فضلت على الأمم ولا تميزت إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأصل في العلماء أنهم يتفضلون بأمرهم ونهيهم، ولف العلم قد يحصل من لا خلق له عند الله جل وعلا. قد تميز الإمام أحمد بموقفه يوم المحنة، تميز ابن تيمية بمواقفه، تميز النووي بمواقفه، وإلا فهو في نفس الصفة على محل الأشاعرة. تميز العلم عبد السلام وهو على محل الأشاعرة بمواقفه. صلاح الدين الأيوبي الأشعري تميز بمواقفه، فهؤلاء لم يتميزون بمواقفهم. وما كون الإنسان يدعي السلفية ويقول أنا سلفي يزكي نفسه وهو ليس للسلفية في شيء. قد يكون الجهمية على اصطلاح مسمى السلف رحمه الله تعالى، فإن مقتضى حقيقة الاتباع للسلف أن يأمر بالمعروف وينعى منكر وأن يبرأ من أعداء الله وأن لا يركن إليهم، لأن الله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالذي يدعي السلفية يعمل بالقرآن، وإلا فهو كذاب في دعواه. معنى السلفية هذه ليست لها أصل، هي الآن تعرف بما يسمون بالجهمية، وهم في الحقيقة في باب الإيمان جهمية، هم الذين كان السلف يبدعونهم ويضللونهم ويحذرون منهم ومن شرهم. لكن اتباع السلف هذا واجب بالإجماع، لا يختلف فيها العلماء اتباع السلف، لكن هؤلاء ليس من السلف في شيء، لأن هؤلاء يحملون الغلظة والشدة على العلماء والرحمة على أعداء الدين، وهم يشتغلون الآن بتبرير الجرائم الموجودة في المجتمع، تبرير الكفر والردة ونواقض الإسلام، هذا ديدنهم. والواحد منهم قد يحسن قراءة الآية من القرآن إذا أراد ينطقها لا يحسن نطقه، ومع ذلك تراه يكابر في إمامة الأئمة ووصل الطعن إلى ابن حجر والنووي وعز بن عبد السلام، ويلقبونهم بألفاظ نستقبح ذكرها في هذا المقام. وفي نفس الوقت هم يخرجون عن مسمى الإيمان، وإن كان يقول إيمان قول وعمل، لكن حين يأتي ثابت ينسى العمل يقول لا يكفر. والإجماع ما عقد الذي حكاه هو الأجري على كفره، فأين اتباع السلف والأئمة ينقل الإجماع في هذه المسألة؟ ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يقول أنا لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي، أخبر الإمام أحمد أنه كافر، وأنا من المكفر هذا قال الإمام أحمد أنه كافر. وهؤلاء الآن ينادون من الإنسان لو اقتصر على الشهادة إلا يكفر، وهذا الإمام يكفر من لم يكفره. فاتباع السلف من هذه النقول المنقولة عن أئمة السلف رحمه الله، السلف مجمعون على كفر ترك الصلاة، وهؤلاء الآن يدافعون على من يكفر ترك الصلاة، السلف مجمعون على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، هؤلاء الآن يقللون من شأن هذه المسألة، وكانوا يرون من مسائل الفقه، ولكن يدافعون عنه ليس بكافر، ولا يقولون الحكم واجب تطبيقه، ولا ينادون بذلك، بل يقللون من شأن هذه المسألة ويبررون القول الآخر، وغير ذلك من ضلالات والخطوط العظيمة التي ينبغي أن توضع على منهج هؤلاء المبتدع الضال المنحرف. وقد كان السلف يسمونهم أهل بدع، وليس بصحيح ان الخلاف بينه وبين الاخرين في مسائل وتصورات جزئيات مثلا، لا، هذا في اصول الايمان. وهؤلاء يعني حقيقه ابن ابي دؤاد وطبقته لم يكن يقولون بمثل اقوال هؤلاء، وهناك كان السلف يسمونهم اهل بدع واهل ضلال واهل انحراف واهل خروج عن السنه، فهؤلاء الحقيقه يفوقون ابن ابي دؤاد في بدعه وضلالاته وانحرافاته.